اليوم احنا وياكم منظمين اول بطولة عربية للعبة البادل. البطولة مكونة من 7 فئات. هدف البطولة ان احنا نجمع كل دول العرب، منها منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب المغرب وكل دول الخليج هنا عندنا بالكويت. اليوم احنا متواجدين بادل تايم، ملاعب بادل تايم بالعرضية. صحيح ان هي اول بطولة عربية للبادل، بس بنفس الوقت هي موضوع اجتماعي، فاحنا وفرنا لجميع الاعمار. عندكم حديقة حيوان صغيرة، بنفس الوقت الجامبين كاسلز حق الاطفال، بنفس الوقت عندنا الفود ماركت، وعندنا مكان ورانا هني اللي هو شاشة كاس العالم، وباذن الله ان شاء الله متواجدين ويانا راح تشوفون شغلات وايد حلوة باذن الله. وبس للعلم احنا الدخول عندنا مجانا وحياكم الله.